صبحك الله بالخير. مرحبا أحمد. والله شوف، بالنسبة حق الخبر هذا، إذا صح احنا نقول احنا نعتبرها تسريبات، ما نجزم 100%، اللي هو ان ابل شلوا سماعات من البوكس، يعني من الكرتون، يعني بيبيعون لك التليفون بس والشاحن، وبعد يمكن الله اعلم اذا بيشلون في المستقبل الشاحن او السلك، انا ما ادري. بس شوف انا ضد سياسة الانتقاد بس. اوكي صح، يعني تفضلت ان ذكرت في بعض الشركات يعني ما كان فيها سماعات الاذن، اوكي يعني ما نزلت من قبل، تم يعني سنين طويلة وهم ما فيها سماعة اذن. وابل طبعا ابل يعني ابل عن جد فيها سماعة على قولتهم الاذن، هذه سماعة الاذن يعني من على قولتهم من الاجيال اللي راحت كلها. شوف انا انتقادي، انا خليني اتكلم معك بصراحة، انت لما تحط ميزة وتي تشيلها عقب، يعني الإضافة اللي حطيتها لنا جيت تشيلها الآن، فهني الانتقاد. يعني صراحة أنا ما لوم إذا حد انتقد أبل في النقطة هذه، لأن هذه السماعة يعني هي كانت على فكرة السماعة السلكية هذه اللي بواير، هاي لين يعني يستخدمونها، أنا واحد من عيالي يستخدمها ما زال، يعني في ناس تحبها، يعني عرفت، لأنها أسهل بدل ما تشبك وكذا وبلوذي وتشحن، يعني عرفت كيف، وبلوتوث والسوالف هاي. فهذه على طول تركب وتحطها في اذنك، انت مسافر، انت ما تحاتي موضوع البطاريه، صح ولا لا؟ فهي لها ناسة ما زالت. يعني انا مثلك احمد، والله تصدق اخذ كرتون اشتري الجهاز الايفون، استخدم اشل الجهاز بس واسكر الكرتون، لذلك لما ابيع الجهاز يعني اللي يشتري مني يكون ربحان، لان الشاحن ما استخدم ولا السلك ولا سماعة الأذن، عرفت كيف؟ حتى الاستيكرات موجودة. فأنا ما لوم اللي بينتقد، لأن شوف أحمد تكلم صراحة، أنت حاط لي إضافة تجي تشلها مني أو تشل الميزة هذه لسبب أنك بس تبي إيش، تخلي مبيعات التليفونات ما تزيد الأسعار، تخليها نفس الشيء. فأنا أشوف أنها ما لها معنى، يعني أنا أشوف تفكير تشيب صراحة، يعني فيها يعني تجاري بحت يعني المفروض ان ابل خلاص وصلت لمرحله ما تنظر للشيء هذا، عرفت كيف؟ انت لما تحط شيء وتشله، أسوأ انا عندي لما شركه ما تحط الاضافه اصلا، ما تضيفها لي، انا اعتبرها عندي اهون من انك تحط لي شيء يعني وتشله. تخيل الحين اوكي ابل نزلوا الفايف جي، اوكي بعد سنتين شلوا لك الفايف جي، طبعا يعني يكون شيء يعني بصراحه ما تدري، شيء مضحك، شيء مبكي، ما يعني أنا هذا انتقادي. بس إحنا نرجع نقول إذا صح الكلام، الله أعلم، ما تدري يمكن كلام بس، ومش أي تسريب يطلع يكون صحيح، يعني يمكن السماعة بالتنباقية، عرفت كيف؟ يمكن يعني. بس طيب نرجع مرة ثانية نفتح نفس الموضوع، هل شيال السماعة من نفس العلبة شيء سلبي ولا إيجابي؟ طبعا سلبي من البداية احنا نتكلم، لكن نتكلم لكم عن الماضي ونشوف كمان المستقبل والحاضر. الحين كبداية لو نرجع قبل 13 سنة و 14 سنة، كان اللابتوبات لازم نجي تشتري لابتوب وتشوف المداخل اللي فيه، HDMI، مدخل الإيترنت، مدخل الإنترنت، مداخل ايش كثرها، والسي دي برضو كانت ميزة. أبل يوم جات 2012 نزلت اللابتوب اللي هو with retina display، شارت مدخل السي دي، الكل قام يقول ليش شالت مدخل السي دي، هذا شيء سلبي، لكن الان مدري يستخدم مدخل السي دي، هذا التطور، قمنا نستخدم كله الفلاش. طيب بعدها من نقول 5 سنوات أو 6 سنوات شالت المداخل كلها وخلت بس USB-C، الكل قام يقول ليش أبل سود الحق. الان اللابتوبات الشركات الثانيه قاموا يسوون لك، يحط لك اللابتوب يخليك مدخل USB-A USB-C 2، لأن بعض الأشخاص إلى الآن ما يبون، الشركات بعضهم ما يقدرون على انتقاد الناس، فمش عند ما عندها الجرأة أن تشيل المداخل كلها. أبل عندها الجرأة وقالتها أبل كذا مرة يوم على المنصة في المؤتمر حقه، قال إحنا الشركة الوحيدة اللي عندنا القدرة أن نشيل الشيء. طيب ليش شلتها؟ خلاص يعني السنوات اللي غاد من 3 سنوات 4 سنوات المداخل الثانية USB-A HDMI راح تتكنسل، لأن حتى فلاشات نزلت الحين USB-C على طول. فاليو اس بي سي هذا المدخل
يطلع لك تقدر تحط HDMI, SD card, USB-A, Ethernet, تقدر تحط HDMI برضو مثل ما قلت لكم. كل المداخل تصير في الـ USB-A. هذا التطور, تقليل المداخل, لأنه خلاص دي المداخل والأشياء دي خلاص صارت سرعتهم محددة, خلاص هذا تحول هذا الـ HDMI حين الـ USB-C أو Thunderbolt برضو سرعته أفضل من الـ USB-A القديم, وأسرع وأفضل من الـ HDMI في الريزولوشن حق الشاشات وكل شيء. فهذا التطور. لو أبل ما صوت الحركة وتمينا على HDMI وكل شيء ما راح نتطور. أنت تخيل أنك حين لو نرجع قبل 13 سنة أبل ما شالت المدخل الإنترنت من اللابتوب, ما راح يطلع عن الجوال. تخيل عندنا الجوال لازم نشبك على الإنترنت مدخل الكيبل. ليش؟ لأن ما راح نتخلى من مدخل الكيبل ونروح حق الواي فاي لما يتكنسى مدخل الكيبل. طبعا الآن مدخل الكيبل ضروري في بعض الأجهزة, لكن تطور راح يكون على الواي فاي. يعني الواي فاي بعد 3 سنوات 4 سنوات راح ينزل واي فاي بيكون أسرع من مدخل الكيبل. راح نوصل حق ذي المرحلة وتكلمنا عنه ونزلت. يعني الحين في تسريبات عن الواي فاي الجديد اللي بينزل بيكون سرعته نفس سرعة الكيبل, يعني 10 جيجا بت. فحنا لازم نسوي كذا, حنا لازم نشيل الأشياء دي. الدنجل أو أول ما شالت مدخل ال 3.5 الواير, خلت لك عندك الدنجل أو الأدابتر أو الوصلة إنك تركب هنا ويطلع لك 3.5. تمت لك سنتين بعدين الحين كنسلت نفس العلبة, خلاص الناس تعودت كنسلتها خلاص مشينا. السماعة لازم تتكنسل السماعة عشان نتحول البلوتوث, نتحول وايرلس. عطتك مجال الحين لنا 3 سنوات عندنا إيربودز نستخدمها, بعض الأشخاص إلى الآن يستخدمون الواير صح, لكن لازم نتحول, لازم نقدم حق الوايرلس. لازم الوايرلس البلوتوث ما راح يتطور إذا ما كنا نستخدمه مثل الواي فاي. بدينا على الواي فاي كنسلنا مدخل الإيثرنت الكيبل, قام الواي فاي يتطور. لازم نوصل حق ذي الشيء عشان يتطور من ذي الشيء, يتكنسل ذي الشيء خلاص. يعني بيمر جيل بعد 4 سنوات 5 سنوات ما يعرفون الواير, حتى مثلا مدخل الشاحن في الجهاز. يعني أبل قاعد تمهد لك الحين بننقل وايرلس, لازم يتكنسل, لازم مدخل الشاحن يتكنسل. نكنسل لك الحين الواير حق السماعة, مدخل الشاحن 100% راح يتكنسل. الأجهزة الثانية بتطلع لك شركة الحين بعد سنة سنتين, تعرفون أسماء الشركات اللي بتتمسخر تقول لك أوه إحنا الجهاز حقنا في مدخل في سماعة في نفس العلبة, بعد سنتين 3 سنوات هم يكنسلونها, صار على مدخل السماعة نفسها. بعد الشركة نفسها كنسلتها, ما راح أقول لكم إنها سامسونج ولا شركة ثانية لا. أوكي, فهو تطور كذا. يعني لو نرجع مثلا نرجع على ايفون 2G اول ما نزل ذا المدخل اللي هو مدخل الشريحة, هذا الايفون 2G اول ما نزل, هذا اول ايفون من ابل في 2007. يوم نزل مدخل الشريحة الكل كان مستاء من ابل. شو الحركة الغبية انك تطلع الشريحة لازم تجي عندك دبوس؟ طيب كل الشركات الحين نفس الحركة. هذا التطور كيف نوصل؟ ليش؟ لان الالمنيوم ما راح يفتح الجهاز, شيل البطارية ولا شيء ذي. وكانوا ينتقدون ليش ما في بلوتوث, الحين مدري يستخدم بلوتوث في الارسال الملفات. فالاشياء دي لازم تكون, لازم تصير, لازم في شركه تقود التكنولوجيا, والكل يعرف ان ابل تقود التكنولوجيا. فبناء على التسريبات ان السلك راح يتكنسل, لان بعد سنه سنتين حتى الجهاز ما في مدخل شاحن. يعني لازم نكون نعرف ان القفزه او انك انتقالك من تقنيه لتقنيه لازم في ناس بتوهقون. يعني سنة سنتين بعدين خلاص الانتقال راح يكون سلس, بعد 3 سنوات 4 سنوات ما حد راح يتذكر ذي الشيء. الجهاز مثلا الايفون, ليش بدأت في الايفون اللي راح يشيلون مدخل الشاحن؟ ليش ما حولت الـ USB-C؟ لأن لو تحولوا الـ USB-C الحين الأشخاص بيبدؤون يشترون مداخل الـ USB-C. طيب بعد سنة بيشيلونه خلاص, تتم على الإيثرنت أو لايتنينج الحين سنتين سنة 3 سنوات بعدين خلاص يتكنسل. الـ USB-C صار في اللابتوب في الآيباد, لأن صعب الآيباد تخلي وايرلس, جهاز فيه 8000 9000 ملي أمبير. فالآيفون راح يتحول وايرلس, يمكن سنة أو سنتين يتحول وايرلس, يكون على الوايرلس الاعتيادي اللي عندنا نحطه كذا ويشحن. وتكلمنا إنه راح يكون مثلا أدابتر في الجنب, نفس الأدابتر اللي موجود في الآيباد, نفس الحركة دي, يكون بس لحق الاحتياج. مثلا لو جهازك بيتفرمت أو شيء لازم تركب اللابتوب يكون ذا الأدابتر مثلا. طبعا ما راح نتكلم وكي الكويلز مدخل الوايرلس للشحن, هل راح ينقل بيانات ولا ما راح ينقل بيانات.
هل يعني الالكترومغناطيك فيلد دي راح تنقل بيانات المحرك، تنقل بيانات خلها على جنب، مش احنا راح نتكلم عنها، راح نشوف في المستقبل. فالقفزة دي لازم نصير فيها. الجهاز مثلا تخيل أبل، يعني لو إلى الآن على التسريبات كلها تسريبات أن الآيفون راح يكون نفس السعر، طيب أبل تقدر تخلي لك نفس السعر أو تقدر ترفع $20 وتخلي لك مدخل السلك أو السماعة، هل راح أحد يتكلم؟ لا ما راح يتكلم. الشركات رفعت الجهاز فوق $200-$300 وأبل لو ترفع $20 شيء طبيعي. فالـ$20 أنا بالنسبة لي يعني لو أني لجيت أطلب من أبل أقدر أشيل الأشياء وأقل قيمة الجهاز، راح أشيل مدخل، راح أشيل السماعة، راح أشيل السلك، راح أشيل الشاحن، ما استخدمهم اللي في العلبة. يعني أشخاص كثار الحين عندهم أوريدي، مش جاي جديد أنت دبل، فأنت أوريدي عندك الأشياء دي، فليش ما أقلل الجهاز وأشيلهم؟ أبل تقدر تخليهم لك، تقدر تحط لك مثلا الإيربودز في نفس العلبة وتزيدك الجهاز $200. فالأشياء اللي قاعدين نسويها الحين تنظف التكنولوجيا من الأشياء القديمة. تخيل أنك لو إن إلى الآن أبل ما شالت مثلا الايثرنت من الايفون او من اللابتوب، تخيل ان الايفون عندك لازم فيه ايثرنت كيبل تركبه فيه، الايفون عندك مثلا لازم فيه USB-A عشان تنقل بيانات، ما في مثلا اير دروب، ما في الوصله اللي نركب فيها الحين باللايتنينج. اللايتنينج ترى على ذيك الوقت ليش قبل نقلت اللايتنينج من ال8 بت الاجهزه او الشواحن القديمه دي ولا راحت USB المايكرو USB، لان كان اللايتنينج اسرع وافضل من USB-C أولي القصدي المايكرو USB. فالانتقال حق دي الأشياء يعني تتقدم خطوة خطوتين، هذا اللي يساعد في التكنولوجيا. ولازم يكون في شركة واحدة هي اللي تقود مثل ما قلت لكم التكنولوجيا، تكنسل الشيء الناس راح يشوفون عليها، الناس ليش تكنسلين، ليش شركات حبة حبة، شركات اللي تتمسخر راح السنة هذه والسنة الجاية عن أن تكنسلت من الشركة دي أو شلنا دي وإحنا عندنا ميزات، راح تروح حق دي الشيء. سنتين ثلاث سنوات راح تروح حق دي الشيء. في شركات أوريدي الحين ما عندهم مدخل السماعة أو ما في في الجهاز في العلبة السماعة. في شركات الآن من تسريبات طلعت أبل، في شركات الآن ترى سوت جهاز وايرلس ما في مدخل شاحن، هل راح تمشي؟ إلى الشركة طاحت ما باعت، لكن لازم في شركة هي اللي تمشي الشركات كلها. يعني دي الشركة سوت دي الشيء لكن مو الشركات ما افترت لها، لازم في شركة تمشي ورا الشركات أو الشركات يمشون وراها. فأبل هي اللي بتسوي ذا الشيء. ترى سنة أربع سنوات الأجيال اللي بتيجي قدام عيالنا راح ينسون أصلاً شنو الواير اللي تركب فيه. يعني تخيل جهازك لازم فيه واير عشان تسمع صوت، يتكنسل. ولو تكنسل مدخل السماعة أو حتى السماعة البداية الحين لو تكنسل مدخل السماعة، تكنسل السماعة راح نتوهق في أشياء. أوكي البلوتوث أو بطارية راح تتحسن، لأن الحين احتياج البطارية يكون أقوى. البلوتوث راح يتحسن 5.0 أو 5.1 هو ما يفرق بين السوفتير، بس عندنا مثلا 5.3 راح يكون سرعته بالضبط يمكن مثلا بالواير او 5.something او 6 مثلا، راح خلاص يتكنسل الواير ما راح نذكره. انت اذا كنسلت شيء وخلاص اعتمدت على شيء مثلا البلوتوث، البلوتوث راح يصير في تحديث بسرعه. يوم كنسلنا الايثرنت وصلنا حق الواي فاي، الواي فاي قاعد يزيد بسرعه السرعه حقته او الميزات حقته. ف لازم نشيل شيء ونتكل على شيء وهو اللي راح يساعدنا قدام في المستقبل كيف نوصل حق قدام. مثلا الحين الاسم الحين وصلنا لها، يعني خلاص ترى حسبوا حسابكم سنتين ثلاث سنوات قدام او اربع سنوات بالكثير ما في مدخل شريحه ابدا، الجهاز ما راح يكون في مدخل شريحه، ما في مدخل شاحن، يتكنسل الجهاز من جميع الجهات، راح يكون مقاوم للماء اكثر واكثر. ما في احد راح يتذكر يعني بعد مثلا 10 سنوات للجيال حق الاطفال اللي بتجي لنا ما يتذكرون شنو الشريحه. يعني تذكرون الشريحه ايش كبر يوم طلعت، بعدين ابل كم سقرتها في الايفون 4 خلتها المايكرو سم، بعدين سقرتها في الايفون 5 خلتها النانو سم، الحين تحولنا حق الاي سم. كيف بدينا فيها وكيف نمشي؟ احنا توهقنا في البدايه، يعني اول ما نزل الايفون 4 انا توهقت، قمت شريت اللي تقطع شريحة ولا تروح محل شركة اتصالات وتحول. الناس كانوا متقدمين ذيك الفترة لكن الناس ما كانوا أصلا يهتمون حق الايفون ذيك الفترة. الايفون 5 اوكي الستب الثاني بعد سنتين توهقنا مرة ثانية، لكن الحين مشينا، الحين جينا الاسم توهقنا. بعض الشركات مثلا في السعودية ما عندهم اسم، الحين دخلنا في الاسم. لازم نتوهق في هذا الشيء لين نوصل حق المستقبل لازم. اما احنا نجلس على الماضي ما راح، يعني تخيل ابل الى الان تستخدم الشريحة الكبيرة، ما في مساحة حق جهازك داخل حق بطارية أكبر أشياء كلها. فلازم يتكنسل ذي الشيء عشان نمشي قدام. بس إن شاء الله فهمت الموضوع، فهمت كل شيء. ما ردنا راح تكنسل مدخل الشريحة، ما ردنا راح تكنسل مدخل
وما راح نستخدم سماعة أصلاً قدام. ليش؟ لأنه أوكي أنت بتحط لك سماعة في الجهاز في العلبة، لو حطت لك أول السنة هذه، طيب السنة الجاية بتشيل مدخل الشاحن، أنت كيف راح تستخدم السماعة؟ هو أوردي إن السنة هذه تنزل سلبية إن في المدخل أو السلك أو السماعة مش موجودة في العلبة، والسنة الجاية بتجي سلبية لحق بعض الناس إن يقولك أوه ما في مدخل شاحن. أحسن واحدة واحدة، ولا تحطهم ثنتين مع بعض كده، يعني تصير السلبيتين مع بعض، إن ما في مدخل شاحن وما في سلك أو سماعة، لأنه أوردي ما في مدخل شاحن، كيف بتركب السماعة حقتك؟ فالسلبيتين دي لازم ينفصلون. السنة هذه مثلا نمشي ويكون ما في مدخل سماعة أو ما في سماعة قصدي في الجهاز، في مدخل شاحن تقدر تشتري لك سماعة وتركبها. بعض الأشخاص يقول لك أوه نتوهق الحين، يلا خلينا نشتري وايرلس، نشتري إيربودز، ما نشتري سلك. بعضهم كده أصلا يفكرون إن يشترون إيربودز بس إنه أوردي عندهم السماعة، ليش يستخدمون الإيربودز؟ السنة الجاية راح يتوهقون، فالسنة الجاية راح يتوهقون إنه ما في مدخل شاحن، وما حتى لو عندك سلك ما راح تركب مدخل شاحن، يعني ما تقدر تركب مدخل شاحن، ما في مدخل شاحن. فخلاص نبدأ الحين ثلاث سنوات اللي راحت دفعت ناس كثار يستخدمون الإيربودز، في فئة من الناس إلى الآن على السلك، السلك لازم يتكنسل علشان السنة الجاية يكون وايرلس كامل ما في مدخل شاحن. عدت الموضوع كله لازم تفهمونه زي كذا، أوكي؟ بس السلام عليكم. للتذكير تطلع شركات تتمسخر إن عندهم مدخل السماعة في نفس العلبة، سنتين ثلاث سنوات بيكنسلون مدخل السماعة قصبا عليهم، لأن نتحول وايرلس. وايرلس يمكن على الباد نفس الشحن هذا كسنة سنتين يمكن، وبعدين خلاص يتكنسل الوايرلس، راح يكون ماجنتيك فيلد اللي هو المجال المغناطيسي، راح يكون جهازك ماسكه في ايدك. ما راح اتكلم عن الامراض وما شنو، بيتوهق بيجيب كورونا ما يجيب كورونا، لكن بيوصل هذا الشيء انك ماسك جهازك وقاعد يشحن من بعيد. متى نوصل حق الحركه؟ لازم نكنسل مدخل الشاحن، ولكن كنسل مدخل الشاحن لازم تتكنسل السماعه الواير، لازم يتكنسلون دي الاثنين عشان نوصل حق الشيء. مثل ما احنا الان راح نخش على 5G، انا مثلا هنا في امريكا من السنه راحت شركات الاتصالات عندنا هنا مثل AT&T المشتركين السنه راحت ارسلوا لي ترى هذه السنه راح نكنسل 3G، ابد 3G ما في. طيب بعض الاشخاص عندهم جوال، قلت لك الشركه خلاص احنا لازم ندقق على شيء قدام، لازم ندقق على 5G، فالبرج ما راح يتحمل فيه الابراج والستلايت اللي موجود على البرج 3G و4G و5G. طيب وبعدين بعد 8 سنوات راح نخش على 6G، طيب 6G البرج ما راح يتحمل، راح يكنسلون 3G ويدقون على 4G وال5G. هذا التطور، يتكنسل هذا انت بتتوهق. انا هنا مثلا جوالي الايفون ما في تحويل حق 3G، انا كلمه 3G الايفون 11 برو ماكس او ال11 ما مره طلعت لي، مش موجود هنا، قاعدين يكنسلون الشركه حبه. عيب الشركات اللي في دول الخليج الى الان يستخدمونه، لكن ما رد يعني تخيل انت البرج عندك ثلاث شبكات، دي ضغط راح فهو التطور، انك تتطور وتروح 5G 100% لازم تكنسل شبكات قديمه، لازم تكنسل اشياء قديمه، تكنسل 3G علشان البرج يكون يدقق على بس 5G و4G. بعدها حبه لازم تكنسل 4G عشان البرج يكون يدقق على 5G و6G. تخيل برج مصنوع 100% كامل بس 5G، ما في شبكات ثانية عندك لحق 3G، وما يصير قوي 5G، راح يكون أداء الجهاز كامل أو أداء البرج كامل أفضل من أنه يكون كذا شبكة موجودة في البرج. هذا التطور ممتاز. تخيل لو نرجع كم من سنة وراء، تقول حق شخص قاعد يستخدم الإيثرنت مدخل كيبل طول حياته، يعني قلت كذا سنة، 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات 8 سنوات، تقول له خلاص الحين حولنا حق الوايرلس، ما راح يقتنع ذيك الفترة. طبعا في ناس ما اقتنع، تقول لك اوكي حولنا وايرلس، يعني لازم اشتري واي فاي، جهاز واي فاي، ادفع قيمة زيادة حق الواي فاي عشان استخدم الوايرلس. الشركات سوت لا، قلت لك اوكي الجهاز فيه ثندر بولت او ايثرنت وفي واي فاي، طيب سنتين ثلاث سنوات كنسلوا، لان خلاص الناس توجهوا لحق الواي فاي. نفس الحركة اللي تصير الحين، يعني تدفع واي فاي عشان تستخدم الانترنت، وحين تدفع ايربودز عشان تستخدم تسمع الصوت بدل الكيبل، نفس الحركة. لكن في شركة لازم تكون موجودة هي اللي تقطع دي الشيء.